ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. ظهرت مراحيض عمومية جديدة مغلقة وسط مدينة الدار البيضاء. مصادر ذكرت أن المراحيض هي المعنية بصفقة أطلقت العام الماضي من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة لتشييد 100 مرحاض عمومي بصفقة تبلغ حوالي 6 ملايير سنتيم، ووصلت القيمة المالية لإنجاز كل مرحاض عمومي حوالي 60 مليون سنتيم، الأمر الذي أثار استغراب العديد من أعضاء المجلس الجماعي المنتمين إلى المعارضة وكذا المتتبعين للشأن العام. ويعاني سكان الدار البيضاء وزوارها خاصة في وسط المدينة وعدد من الأحياء من غياب المراحيض العمومية، حيث يلجأون إلى المقاهي والفضاءات العمومية لقضاء حاجاتهم البيولوجية. المراحيض الجديدة التي لم يشرع العمل بها حاليا تستلزم دفع درهما واحدا لقضاء 15 دقيقة داخلها، مع وجوب مرافقة الأطفال أقل من 10 سنوات. وحسب لافتة بالعربية والفرنسية، فإن تنظيف المراحيض المذكورة سيكون أوتوماتيكيا وبشكل ذاتي بعد الاستعمال. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.